وحشتني سوالفك، وحشت شوفتك أكثر. وحشتني سوالفك، وحشت شوفتك أكثر. كل ليلة مع طيفك حبيب الروح أنا أتحسر أتحسر. وحشتني سواليفك، طاير من عيوني النوم على هالحال أنا كل يوم. طاير من عيوني النوم على هالحال أنا كل يوم. سمعني حبيب الصوت وسير لي على كيفك. سمعني حبيب الصوت وسير لي على كيفك، سير لي على كيفك. الله، أهلا وسهلا. تميز بحبه للموروث الشعبي وشغفه في الفن الأصيل، مع إتقانه أكيد لجميع الألوان الغنائية المختلفة. نهيكم طبعا عن كونه عازف عود من الدرجة الأولى، كيف بدأ مطربنا لهذا اليوم مشواره الفني، وما رأيه بالسمرات الغنائية الأخيرة في موسم الرياض؟ معنا في الاستوديو الفنان حسين بن داغر. أهلا وسهلا فيك حسين. يا أهلا وسهلا، مرحبا فيكم، نورتنا. يعطيكم العافية على هذه الاستضافة الجميلة. أهلا وسهلا. يعني حسين، ما شاء الله أنت من الفنانين اللي تحب الأغاني القديمة والمميزة، وتحب أنها تكون ما شاء الله مستمرة في هذا العصر، حتى مع اختلاف الألحان والموسيقى وتنوعها من الشباب الفنانين اللي طالعين الآن في الساحة، على الساحة الفنية. لكن خليني أتكلم عن بداياتك وحبك للفن وحبك لعزف العود، تكلمني عنه. والله بداياتي كانت متواضعة ما بين الحفلات الخاصة اللي تكون عندنا في المنطقة الشرقية وبالأخص بالأحساء. يعني عشنا في بيئة فيها فن، فيها محافظة على الموروث، وفي نفس الوقت يعني المنطقة اللي احنا فيها دائما يتميزون في أثناء الاحتفالات في زواجاتهم، يعني يحضرون فنان شعبي كذا يتواجد في الحفلة يحيي سهرتهم الفنية هذه أو زواجهم. فيعني بديت مع الفنانين الشعبيين في البدايات. وهذا السبب أنك أنت يعني تميل كثير للفن أو الموروث الشعبي، هذا هو السر؟ طبعا طبعا، أنا محافظ للموروث الشعبي، وفي نفس الوقت أتذوق الأغاني الخليجية المتواجدة اللي يسمونها الحديثة. طبعا أنا أشوف ما في فرق ما بين هذه وهذه، يعني كلها فن، يعني الفن فن طبعا. طيب مين هو الفنان اللي تميز بالفن الشعبي؟ والله الفنانين كثيرين، يعني منهم الفنان الراحل عيسى الأحسائي، طبعا ما شاء الله أصبح مدرسة عند كثير من الفنانين الشعبيين، الجيل الجديد والجيل القديم. يعني أنا لما بديت، يعني بداياتي بالضبط كانت سبب مشاهدتي هذا الفنان، يعني تعلقت فيه، يعني تأثرت فيه في البدايات. تأثرت فيه تأثر شديد، يعني حلو. لما كبرنا شوي وبدينا يعني نتعرف على الناس الفنانين الآخرين، نتعمق في الفن أكثر، بدينا يعني نغير شوي، لكن نرجع ونقول يعني هو سبب في دخولي المجال هذا. ايش حافظ له اغنيه؟ بما اني ما لحقت عليه طبعا ولا شفته. طب ايش حافظ له اغنيه؟ والله في كثير، في اعمال جميله كثيره. يعني ما تبغى تسمعنا منه شيء؟ والله نسمعكم. يعني انا كمان ترى بصراحه احبه، يعني رحمه الله عليه. الله يسلمك. كان الحمد لله عطاني على النية، حصلت زول جميل يبري العلا. الحمد لله عطاني على النية، حصلت زول جميل يبري العلا. Thank you.
الفنية وسنون ذيك الذهب في مبسمة فلا. طبعا من الأعمال الخفيفة الشعبية مقام البيات من كلمات الشاعر محمد سعد الجنوبي، طبعا شاعر قديم عريق رحمة الله عليهم اثنين طبعا أثروا الساحة الشعبية طبعا. صحيح. يعني لما كثير أنت مهتم بالموروث الشعبي والأغاني الشعبية ومتأثر بهم إلى حد ما، فإذا أنت يعني أحسن شخص ممكن يجاوبني على هذا السؤال، لما نتكلم عن الفروقات اللي موجودة ما بين الأغاني الشعبية الأصيلة وأنواع الفنون الثانية. والله أنا وجهة نظري يعني ما أشوف في فرق. هي ألوان مختلفة يعني. هي طبعا عندنا في الخليج أي. بشكل عام أنا صراحة ما أشوف فيها فرق بسبب وجود الإيقاع الفلكلوري الإيقاع الموروث الشعبي موجود إلى الآن. يعني الاختلاف في طريقة التوزيع طريقة التسجيل يعني الفترة اللي يعني السابقة الفنانين الشعبيين كانوا يسجلون على طريقة يعني متواضعة عود وإيقاع ومثلا تسجيل بسيط داخل بيت أو داخل مكان كذا معين. الآن اختلف الوضع يعني داخل استوديو في مثلا مشرف صوت مشرف واحد يجي يشرف على صوت الفنان مثلا توزيع موسيقي، لكن الإيقاع هو موجود. يعني الآن في إيقاع الأخبيتي الإيقاع مثلا نقول العربي هو المعروف السعودي إيقاع مثلا القادري السامري هذه كلها فنون شعبية كانت موجودة من السابق يعني إلى الآن موجود يستخدمونها الفنانين الجدد الآن. أحس إني فأنا يعني ما أشوف فيه فرق يعني. يعني لو تغني من بعد مسح ولعب أحس رح تطلع مرة حلوة، أحس إنه التون كذا ودقة العود تطلع مرة رهيبة. يا الله الطمع هذا مو حلو. ما يعني بصراحة أنا مستمتعة بوجودك معنا اليوم، فإذا تسمح إنه يعني نستغل لك بشكل إن شاء الله. جائز فأتمنى. إن شاء الله. إن شاء الله نقولها بطريقة تعجبكم. هل في مثلا مرات معينه قبل لا تبدا احسن ابغى اسالك السؤال ده، انه مثلا اغاني عجبتك عجبك الكلام عجبك اللحن حاولت انه انت تحولها نوعا ما تخليها اغاني تراثيه شوي؟ لا والله اغنيها طبعا انا لي اسلوب خاص اغنيها باسلوبي. اي طبعا انا ضد التغليد. يعني في متابعين لي كثيره تتكلم تقول لي انت تغني اغاني عيسى لكن تغنيها مختلف. فأنا أوجه له وأقول له أنا مش عيسى الأحسائي أنا حسين بن داقر. صحيح. يعني المفروض أقولها بأسلوبي أنا. صح. لو بقولها بأسلوب الفنان أنا ما خدمت نفسي. أكيد. لما تسمعني الناس وأنا أقلد الفنان نفسه حتكون مقلد. راح يذكرون الفنان هذا. أنا ما لي ذكر. لكن لما يجي واحد يسمع أغنية لعيسى لكنها مختلفة. أحسن. يعني بأسلوب خاص انت هنا قاعد راح يسأل يقول من هو الفنان هذا. صحيح. فأنت بنيت لك يعني اسم تميزت. صحيح. فأنا ماشي على النظام هذا. جميل. يعني ما قد ما أقدر لازم أفرق شوي لو حاجة بسيطة. طيب سمعنا تفضل. من بعد مزح ولعب أو صار حبك صحيح أصبحت مغرم عيون ومسيت وقلبي جريح من بعد مزح ولعب أو صار حبك صحيح أصبحت مغرم عيون ومسيت وقلبي جريح واخجل إذا جات عيني صدفة بعينك وصير مرحوم وخاين يا عمري من فرح يا أبغى. طبعا ما يحضرني كلامها كامل لكن أغنية جميلة جدا رائعة لأطبط العود عبادة الجوهر الله طول بعمرك. ممكن أنا أسألك عن آخر أعمالك أنت الخاصة فيك؟ والله أنا يعني من بداياتي إلى يعني فترة قبل تقريبا 3 سنوات كنت أفكر في موضوع أني أعمل يعني أغنية سنجل. طبعا بعد ما في ضغوطات شوي من الأحباب والشباب وكذا
ففكرت أعمل مشروع أغنية تكون يعني ما بين الشعبية وما بين العصر شوي. أي. فإن شاء الله في عمل راح يتسجل أو يتنفذ قريبا إن شاء الله. إن شاء الله. من كلمات الشاعر محمد فهد ومن ألحاني طبعا من محاولاتي. وإن شاء الله راح تكون أغنية جميلة فتجربة. أي نعم. بإذن الله إن طيب شاء الله. طيب لك كمان أتوقع مشاركات يعني في مناسبات رسمية سواء محلية أو عربية. والله في مناسبات ولله الحمد شاركت فيها كثيرة وتشرفت بالمشاركة فيها طبعا. حصلت عندنا فعاليات كثيرة. صحيح. في الأحساء بالتحديد. مهرجان الأحساء المبدعة. طبعا هذا المهرجان ما شاء الله مهرجان يعني حاجة أسعدتنا كثير، الناس قامت تتكلم عن خارج الحسا. فعاليات أيام ثقافية كانت من قبل هيئة الترفيه. نعم. في حفلات يعني قبلها ومناسبات شاركت فيها بجمعية الثقافة والفنون، طبعا أنا ما أنسى جمعية الثقافة والفنون بالأحساء. يعني خدمتني كثير من ناحية المشاركات وإعطائي الفرصة أني أشارك في الحفلات هذه، وأشكر على رأسهم الأستاذ علي الغوينم مدير جمعية الثقافة والفنون الله يمسيه بالخير. طبعا هو من الناس اللي صراحة يعني دائما يدعم الشباب خاصة اللي يميلون إلى الموروث، محافظة الموروث الشعبي أو كذا. الله يعطيه الصحة والعافية. اللهم آمين يا رب. هسألك آخر سؤال حسين، يعني إحنا بنشوف الآن في موسم الرياض سمرات موسم الرياض تعتبر نوعا ما تشبه كده الموروث الشعبي، بحيث أنه يكون فيه لما الفنان بيقعد على العود وبيغني مثلا والناس حواليه بشكل جدا عادي وبسيط والأجواء جدا رائعة. صحيح. فهذه الأجواء شوية في المنطقة الشرقية، بما أنك أنت مشرفنا المنطقة الشرقية الشرقية طبعا تحية لأهل الشرقية إن شاء الله يعني حبايب قلبنا. شوية مشابهة هذه السمرات للأشياء اللي كانت تصير زمان، الحفلات اللي سووها أهل العريس للعريس. أنت كمان كنت عايشة في الشرقية. أنا مواليد الشرقية فتعرفي. أيوة. بأشياء حلوة. فبيسووا زي الفرحة، وكمان كانوا يسووها أهل العروسة لما في الحنة وهذه الأمور كلها اللي قبل الفرح الغمرة وهذه الأمور. ايش وجه الشبه بينهم؟ ايش رايك في السمرات اللي قاعده تصير الان في موسم الرياض؟ والله السمرات صراحه جميله جدا. انا قبل امس تقريبا معي واحد من الزملاء يسالني يقول لي شفت السمرات هذه وكذا، فبدينا نتكلم نقول يعني هذه ثقافتنا، هي جميله جدا ثقافتنا. الناس تحب الحاجه البسيطه، تحب البساطه. صح، لها يعني طعم اخر. صحيح. وثاني شيء الفنان تبين قدرته وإمكانيات الفنية في المواقع هذه. يعني شغل اللايف شوي متعب أكثر وعليه جهد أكثر. صحيح. الاستوديو أنت بتدخل وبتقول حاجة تحس أنها مو كويسة تبغى ترجع وتعيد، لكن هذه لها طعم عفوي ودائما الحاجات العفوية جميلة. صح. يعني مثلا أنا أشوف يعني الفنانين اللي كانوا يغنون أمام الناس أمام الجمهور يعني بكل عفوية ويطلع شغلهم جميل جدا بسبب قدرتهم الفنية. يعني أنا في زملاء فنانين يقول أنا ما أقدر أغني أمام جمهور الناس، لازم أرتب، لازم استوديو ما أدري كيف وأغني. أغني أمام الناس شوي احتمال أني أخرب حاجة أو أسوي شيء غلط أو كذا. فبالعكس السمرات هذه سمرات موسم الرياض جدا جميله. صحيح. جدا جميله صراحه. يعني احنا بصراحه مستمتعين بالحفلات والفعاليات اللي قاعده بتصير، وكمان حابه الصوره الجديده اللي بتصير كمان للحفلات يا حسين، خصوصا انها صارت على هيئه سمرات وجلسات. انا اشكر وجودك اليوم معنا اكيد، واشكر الساده المشاهدين على متابعتهم لنا خلال هذا الوقت. اذا تسمح لي انه نختم معك باغنيه. الله يسلمك. على ذوقك. يعطيك العافيه. احنا خلاص خلصنا، احنا كده خلصنا اكيد. نودع المشاهدين ونقول لهم نشوفكم بكره في نفس الموعد في امان في امان الله. تفضل. نقول حاجه للفنان راشد الماجد. يلا. يلا.
تبشر من عيوني الثنتين مثلك تلبى مطالبه ابشر من عيوني الثنتين مثلك تلبى مطالبه القلب ما يسكن شخصين واحد ويكفيني تعذيبه القلب ما يسكن شخصين واحد ويكفيني تعذيبه عذبتني بالهوى.